وينضم إلينا عبر الهاتف من طوكيو الدكتور طلعت سلامة، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور. ما الذي يعني أن كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه الشرق لأول مرة منذ 4 عقود؟ أهلا ومرحبا بكم وصباح الخير عليكم من طوكيو. واسمحوا لي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصير المدى نحو البحر الشرقي صباح اليوم في حوالي الساعة 3 صباحا كان هو بمثابة احتجاج على انطلاق فعاليات المجموعة الاستشارية النووية المنعقدة في سول بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كوريا الجنوبية. الاجتماعات تهدف إلى إجراء ترتيبات للردع النووي لكوريا الشمالية وجمع المعلومات والاستعدادات لتنفيذ عمليات نووية. وبذلك كان إطلاق الصواريخ هو بمثابة إعلان وجود لكوريا الشمالية واعتراض منها على ما يحدث. وأيضا كان وصول الغواصة النووية الأمريكية إلى ميناء بوسان بكوريا الجنوبية. بذلك صعدت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا وصفوا هذا العمل بالعمل الاستفزازي. مما يبدو أن كيم يانج في الآونة الأخيرة سيلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة إزاء التهديدات المشتركة للحلف الأسيوي والتي باتت تشكله الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان بالإضافة إلى انضمام مجموعة الأسيان على للتحالف. باتت تلوح في الأفق أيضا ملامح حرب نووية جديدة في المنطقة مما تهدد العالم بأسره وليس المنطقة الآسيوية وفقط. فكما نرى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم في مسألة الغذاء وأيضا الأمور الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وباتت تهدد اقتصاديات دول بالكامل. أيضا سنرى في اندلاع حرب نووية في المنطقة الآسيوية له تداعيات خطيرة جدا. فكان من المفترض أن تحدث مفاوضات مع كوريا الشمالية لحل أزمة كوريا الشمالية والتي تعاني منها منذ سنوات من حصار اقتصادي شامل على كوريا الشمالية. فبدلا من أن يتم فتح الباب مع كوريا الشمالية للمفاوضات للوصول إلى حلول كان هناك عسكرة المنطقة الآسيوية بالكامل في هذه الآونة. نعم، يعني اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية. هل معنى ذلك أن اليابان تكتفي بالقنوات الدبلوماسية في ردها على تجارب بيونغ يانغ أم تملك طوكيو خيارات أخرى؟ طوكيو تمتلك خيارات أخرى، وخاصة أن هناك تحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيات دفاع مشترك ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية دفاع مشترك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين اليابان. فهناك خطوات رادعة قادمة في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي تلتزم اليابان بسياسة ضبط النفس لأقصى درجة ممكنة قبل اندلاع الحرب النووية في المنطقة الآسيوية. فاليابان لديها خيارات أخرى عديدة تستطيع من خلالها الهيمنة والسيطرة، وخاصة بعد تغيير سياسة اليابان في الاستراتيجيات العالمية في مشاركتها في قيادة العالم اقتصاديا وعسكريا، وتخلي اليابان عن سياسة المصالحة والمهادنة والانضمام لاتفاقيات عدم الانحياز. اليابان الآن تشارك بقوة وفاعلية في الأمور العسكرية، وزادت من الموازنة العسكرية لها في الفترة الماضية إلى أقصى درجة ممكنة لتصبح ثالث دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الصين. تدخل اليابان على الخط في زيادة الإنفاق العسكري، وبالتالي اليابان لديها خيارات أخرى عسكرية قد تلجأ إليها إذا ما اضطرت، وهذا ما صرح به حمادة صان حينما أعلن أن اليابان لديها خيارات عسكرية لحماية أمنها القومي. نعم، يعني وماذا عن كوريا الجنوبية؟ يعني هي طالبت من الجارة الشمالية بالتوقف عن إطلاق مثل هذه الصواريخ والتي وصفتها مثل ما ذكرت بالأعمال الاستفزازية. ترى هل يمكن أن تستجيب كوريا الشمالية في هذه الحالة أم أن الأمر سيندر بحقبة جديدة من الصراعات والتي لا يحمد عقباها؟ بالطبع كما ذكرت حضرتك أن الأمر سينذر بعواقب وخيمة في الفترة القادمة. لن تلتزم بيونغ يانغ بالتعليمات وبالإشارات
التي تطالب بها كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان لن تلتزم الكوريا الشمالية أبدا ولن تنصاع لهم، وخاصة أنها ركزت في الفترة الماضية في على الاقتصاد الكوري في ترتيبات عسكرية وترتيبات نووية وصواريخ عابرة للقارات في هذه المرحلة للدفاع عن نفسها. وبالتالي اليوم نشاهد أن كوريا الشمالية حينما تطور صواريخ عابرة للقارات نووية قد تصل بها الحدود الأمريكية، فهي لن تستسلم أبدا في هذه المرحلة إلا إذا كانت هناك قنوات دبلوماسية يتم فتحها ما بين كوريا الشمالية كما حدث مع الصين لقوة الصين الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية لنزع فتيل الأزمة بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإيفاد مندوبين دبلوماسيين ورسميين وأمنيين لزيارة الصين الشعبية لحل الأزمة وفتح الباب بينهم وفتح باب جديد للمفاوضات. فإذا لم يحدث هذا مع كوريا الشمالية ورفع العقوبات عن كوريا الشمالية لن تستسلم كوريا الشمالية، وسيلجأ زعيم كوريا الشمالية كيم يانغ إلى سياسة الأرض المحروقة واستخدام الأسلحة النووية. نعم، أشكرك من طوكيو دكتور طلعت سلام الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.